جديدة وبرنامجكم أنا الوطن. النهاردة هنستعرض حصاد 2020 الاقتصادي، وهنعرف كمان إيه التطورات اللي حصل في حدائق الأهرام بعد إثارة الموضوع في البرنامج واستغاثة قاطني المنطقة بينا، وكمان هنكشف إيه أسباب انخفاضات البورصة ومؤشرات البورصة المتالية، وهنستكمل معاكم فتح ملف العقاري، وهنتكلم عن شوية نماذج كده محترمة في إيجابية في البلد، مؤسسات اقتصادية كبيرة عملت الشغل كويس قوي و كرمت على المستوى الدولي. والنهارده عندنا حوار مهم جدا، هنتكلم عن الاثر الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بسبب تفشي وباء كورونا خلال 2020، وازاي قدرت مصر تكون واحده من 5 دول في العالم حققت نمو ايجابي رغم الظروف دي. معنا ضيفنا وضيفكم ان شاء الله يكون النهارده ولاول مره في انا الوطن في موسمه الثاني، الخبير الاقتصادي الدكتور هاني ابو الفتوح، الخبير الاقتصادي والمصرفي. ده ان شاء الله فقرتنا الحواريه. فيروس كورونا، للأسف كورونا رجع ينتشر عالميا بشكل رهيب، زيادة كبيرة في أعداد المصابين في أوروبا وأمريكا. بعض الدول بدأت تعمل ضوابط جديدة خصوصا بعد انتشار سلالة جديدة من الفيروس ممكن تكون أقل شراسة ولكن أكثر قدرة على الانتشار. عندنا في مصر هنا لسه احنا شايفين قدامنا الناس بتتساهل في التعامل مع الفيروس، الناس بتتجمع عادي جدا، بتسلم بتحضن بتبوس ولا كان في حاجة. والله يا جماعة بجد الوضع خطير بجد، ويعني إذا كنا في الموجة الأولانية بنسمع عن ناس اتصابت، لكن دلوقتي احنا بقينا بقى اللي بيتصابوا جنبنا وبنشوفهم قدام عينينا وبنعرفهم. يا ريت ناخد الأمور بجدية أكتر من كده قبل ما تحصل كارثة، ولازم نحذر وبشدة إن كل الناس ترجع تاخد بالها ونرجع للاحتياطات الخاصة بالسلامة، ارتداء الكمامة في أي مكان فيه زحمة أو وسائل ومواصلات عامة، ضرورة استخدام مطهرات الإيدين وغسيل الإيدين باستمرار، لازم الشباب اللي بيخرجوا كتير ما يخرجوش إلا للضرورة، ولو مش خايفين على نفسهم يخافوا على أهليهم في البيت. الاحتياطيات ضرورة يا جماعة، لازم نبعد عن التجمعات، ولازم ما نخرجش بقى بدون داعي، نستخدم الكمامة ضرورة قصوى، وربنا يحمي كل أهالينا وكل المصريين يا رب من كل شر. دي رسالتي، ولأن أنا ناس عزاز عليا جدا أصيبوا بالموضوع ده في الكام يوم اللي فاتوا، والواحد شاف قدام عينيه حاجات كده يعني لازم ناخد بالنا. حقيقة النهاردة قبل الهوى وصلتنا استغاثة على العديد من الاستغاثات، السادة رجال أعمال وقيادات لمؤسسات اقتصادية كبيرة وشركات كبيرة وبنوك كانوا في زيارة عمل لدولة المملكة العربية السعودية الشقيقة لمدة أيام، يعني الناس دي رايحة تقعد 3-4 أيام وتخلص اجتماعاتها وترجع تاني.